السلام عليكم يا سادس، اليوم إن شاء الله رايحين نكمل درس مصادر المياه الاعتيادية. في الدرس السابق أخذنا عن المياه السطحية، وحكينا أن المياه السطحية بتكون على عدة أشكال مثل البحار، المحيطات، الأنهار والسدود. اليوم إن شاء الله رايحين نبلش في المصدر الثاني وهو المياه الجوفية. زي ما درسنا سابقا حكينا أنه مياه الأمطار جزء منها يذهب على شكل جريان سطحي ويكون البحار والمحيطات والأنهار، أما الجزء الآخر يتسرب إلى باطن الأرض، ومع استمرار تساقط الأمطار على سطح الأرض سوف تزداد كمية المياه المخزنة في الأرض، وهي ما تسمى بالمياه الجوفية. إذن المياه الجوفية هي المياه الموجودة في باطن الأرض والتي تتسربت عبر طبقات الصخور الأرضية. الآن ما شروط تكون المياه الجوفية؟ حتى تتكون المياه الجوفية في باطن الأرض لازم يكون عندنا صفات معينة للصخور الموجودة فيها المياه الجوفية. ما صفات هذه الصخور؟ طلعوا لي على الشكل يا سادس اللي بيبين لي الخزان المائي الجوفي. ما هو الخزان المائي الجوفي؟ اللي هو مكان تكون المياه الجوفية تحت الأرض. المياه الموجودة في باطن الأرض تتشكل في مكان واحد، هذا المكان بنسميه اللي هو الخزان المائي الجوفي. طلعوا لي على الشكل يا سادس، خلينا نجاوب على الأسئلة الموجودة أسفله. ما اسم المياه المتجمعة في الطبقة الصخرية باء؟ المياه التي تجمعت في هذه الطبقة تسمى المياه الجوفية. ليش سميناها المياه الجوفية؟ لأنها موجودة في باطن الأرض أسفل الأرض. ما أهمية الطبقة الصخرية جيم؟ أول شيء قبل ما نتعرف على أهميتها، الطبقة الصخرية جيم يا سادس هي عبارة عن طبقة من الصخور الكتيمة. ما المقصود بالصخور الكتيمة؟ يعني هي الصخور التي لا تحتوي على مسامات، وبالتالي لا يمكنها تسريب المياه. يعني أهميتها إنها بتجمع المياه أو بتمنع من تسرب المياه من خلالها، بتحبس المياه في الطبقات الموجودة أعلاها. إذن أهمية الطبقة الصخرية جيم إنها بتمنع من تسرب المياه الموجودة في الطبقات التي تعلوها، وبالتالي تحافظ على وجود المياه الجوفية في مكان واحد، وهي طبقات كتيمة لا تحتوي على مسامات مثل الصخور الطينية. الصخور الطينية إحدى الأمثلة على الصخور الكتيمة. هل الصخور في الموقع ألف تنفذ المياه من خلالها؟ نعم، طلعوا لي على الشكل. الموقع ألف الموجود أعلى اللي هو باء على المياه الجوفية هي عبارة عن طبقات صخرية بتحتوي على مسامات يا سادس. أهمية هاي الطبقة اللي هي ألف إنها بتسرب المياه من أعلى من سطح الأرض إلى باطن الأرض، بالتالي هي المسؤولة أو اللي هي تقدر انها او بتنقل المياه من سطح الارض الى وين؟ الى باطن الارض، وبتجمع المياه في مكان واحد وهو الخزان المائي الجوفي. اذا هل الصخور في الموقع الف تنفذ المياه من خلالها؟ نعم، لانها طبقات صخرية ذات مسامات تعمل على نقل المياه او تسمح بمرور المياه من سطح الارض الى باطن الارض. من الامثلة عليها يا سادس اللي هي الصخور الرملية. الصخور الرملية هي عبارة عن صخور ذات مسامات تسمح بمرور المياه من خلالها. ما اسم الحد العلوي للمياه الجوفية؟ اللي هو أعلى حد للمياه الجوفية يسمى سطح المياه الجوفية. هون أعلى حد للمياه الجوفية يسمى سطح المياه الجوفية. إذن يا سادس حتى يتكون عندنا مياه جوفية في باطن الأرض لازم يكون في عندنا شرطين. الشرط الأول إنه لازم تكون الطبقات الصخرية الموجودة في الأعلى لازم تكون طبقات صخرية ذات مسامات تسمح بمرور المياه. أما الطبقات الصخرية اللي أسفل المياه الجوفية اللي هي من تحت لازم تكون طبقات صخور كتيمة. شو السبب؟ حتى تمنع من تسرب المياه إلى أماكن بعيدة، وبالتالي تحبسها في مكان واحد اللي هو الخزان المائي الجوفي. إذن هذه كيفية تكون أو تشكل المياه الجوفية في باطن الأرض. الآن لو نلاحظ في عنا مفهوم اسمه النبع أو الينابيع اللي هو مصدر أساسي للمياه الجوفية. الينابيع يا سادس هي عبارة عن مياه جوفية تخرج من باطن الأرض من فتحات موجودة
على سطح الأرض، هذه الفتحات تسمح بخروج المياه الجوفية للخارج. طيب شو السبب؟ الينابيع ليش في مكان تسمح بخروج المياه الجوفية إلى الخارج؟ وذلك لأن اللي هو الينابيع تخرج بسبب التقاء سطح المياه الجوفية مع سطح الأرض. نقطة التقاء سطح المياه الجوفية اللي هو الحد العلوي للمياه الجوفية مع سطح الأرض، في هذه النقطة إذا كان موجود عندنا فتحة، مثلا فتحة صخور بهذا الشكل، تخرج المياه الجوفية بشكل تلقائي بدون الحاجة إلى ضخ مثلا، أو اللي هي بدون حاجة إلى جهد بشري، بشكل تلقائي تخرج المياه الجوفية من هذه الفتحات بسبب التقاء سطح المياه الجوفية مع سطح الأرض، وهو ما يسمى بالينابيع. الآن أطور معرفتي. مياه حمامات معين هي مياه جوفية ساخنة وتسمى ينابيع حارة، يؤمها العديد من السياح للعلاج. ابحث في أهميتها العلاجية. كلنا بنعرف إنه المياه الساخنة مثل مياه حمامات معين مهمة مثلا لعلاج الأمراض الجلدية، أو مثلا لعلاج بعض أمراض العظام مثل التهاب المفاصل، الروماتيزم، والعديد من الأمراض. يمثل الشكل 6-7 خزانا مائيا جوفيا. ادرسه ثم اجب عن الاسئلة التي تليه. الف للحصول على المياه الجوفية، اي الموقعين 4 أم 5 افضل لحفر بئر ماء جوفي ولماذا؟ طلعوا لي على الشكل، في عندنا موقعين اللي هو 5 و4. مين افضل اني احفر بئر لاستخراج المياه الجوفية، الموقع 5 أم الموقع 4؟ لو حفرنا عند 5 هون بدنا نستخرج هذه المياه الجوفية صح؟ طيب لو حفرنا عند 4 هون راح نلاقي هون عندنا مصدرين للمياه الجوفية، اللي هو المصدر هون والمصدر الموجود تحت، يعني رايحين نصادف بئرين للمياه الجوفية. اذا الافضل انه نحفر في الموقع 4 لانه يحتوي على بئران او خزانان مائيان جوفيان، خزانان مائيان جوفيان. شكل باء بس شوية سادس، يلا فرع رقم باء. لماذا تخرج المياه الجوفية في الموقع رقم 3 بشكل طبيعي من دون استخدام مضخات، وماذا يسمى هذا الموقع؟ هسه حكينا يا سادس، تخرج هذه المياه بسبب التقاء سطح المياه الجوفية مع سطح الأرض. التقت سطح المياه الجوفية مع سطح الأرض فأدى إلى خروج المياه بشكل تلقائي، وهو ما يسمى بالنبع أو الينابيع. جيم، ماذا نسمي الطبقة الصخرية؟ سين، الطبقة الصخرية سين موجودة أسفل الخزان الماء الجوفي، شو بنسميها؟ بنسميها صخور كتيمة اللي هي بتمنع من تسرب المياه إلى أماكن بعيدة. ماذا يمثل الرمل الصاد؟ الرمل الصاد اللي هو الحد العلوي للمياه الجوفية، أو بنقدر نسميه اللي هو سطح المياه الجوفية. ها تخيل أن كميات الهطل في هذه المنطقة كانت قليلة لعدة سنوات، فماذا يحدث لكمية المياه الجوفية؟ زي ما حكينا أنه اللي بيغذي المياه الجوفية هي الأمطار، الأمطار هي مصدر تغذية المياه الجوفية. إذا قلت كمية الهطل أو الأمطار سوف تقل كمية المياه الجوفية الموجودة في باطن الأرض، ويمكن يؤدي إلى اللي هو ممكن أنها تخلص المياه الجوفية في باطن الأرض. ليش؟ لأنه كمية المياه اللي هي اللي بتغذيها اللي هي أمطار قاعدة بتقل، ماشي؟ إذا قلت كمية الأمطار أو كمية الهطل سوف تقل كمية اللي هي المياه الموجودة في باطن الأرض أو المياه الجوفية. وهيك بنكون خلصنا الدرس يا سادس. إن شاء الله الدرس القادم اللي هو مصادر المياه غير الاعتيادية، ويعطيكم العافية.